لو الحكاية فيها إن فيدي تولى رئاسة لجنة الحكام أو عرض عليه رئاسة لجنة الحكام وحسن جهاد كان داخل وعرض عليه رئاسة لجنة من اللاعبين. مش كده، لو حضرتك فسر لنا بقى. هقول لك بقى سعيد، أنا كنت الجوكر بتاع المجموعة. أنهي مجموعة؟ اللي هي بتاعت سمير زاهر. تمام، كنت ساعتها اسم جديد وله شعبيه وله اسم وله مكان وليه اسم، وبرافو عليك، وكارت جديد. وكانوا كلهم مصرين ان انا اكون موجود، لان المجموعه دي كان فيها عدد كبير، فكان في ناس هتطلع بره، فاستقروا ان انا اكون موجود. وكان هيطلع بره حازم الهواري، وكان هيطلع بره احمد مجاهد، وكان محمود الشامي، كل دول طلعوا بره، وكانت اسماء في الوقت ده. تمام. طيب انا خرجت ليه بقى؟ حضرتك كان بيدير كوره اتحاد الكوره المعين عصام عبد المنعم، وعمل لائحه من ضمن البنود بتاعه اللائحه دي، حط بند انه اي عضو مجلس اداره لا يرأس لجنه من اللجان. وانا داخل عشان ابقى رئيس لجنه الحكام. لما دي دخلت، سمير زاهر عمل المستحيل معايا انه يسنيني عن ان انا استمر في الانتخابات. مش عايزين يخسروني، عايزين يحطوا اسمي معاهم، وانا اسمي كان مضمون، وكان مصر ان انا اكون موجود. فانا قدمت استقالتي عشان قصدي خرجت من المجموعه عشان مش هينفع ابقى رئيس لجنه الحكام. انا داخل اشتغل الحته بتاعتي. فقلت لهم لو نجحت اجي رئيس لجنه الحكام، لو ما قالوا طب احنا افرض ما نجحناش، خلاص يبقى نصيبي كده. ودخل حازم الهواري مكاني ونجحوا وجابوا لي رئيس لجنه الحكام. دي عشان كده بقول لك دي الفتره اللي اشتغلت فيها. كنت بتعامل كعضو مجلس اداره مش كرئيس لجنه.